عندي النهارده الحكام اللي كانوا موجودين في هذه الوقفة. من الحكام اللي تم تصنيفهم لدور المحترفين به اللي هو الدرجة الثانية كان الكابتن حسن وائل من القاهرة، الكابتن محرم عبد المنعم العطفي من الجيزة، الكابتن وجيه حلمي الصرفي من الجيزة، الكابتن حسين أسامة قنديل من القاهرة. حكام صفارة دوري ممتاز به اللي هم احنا بنقول عليهم المجموعة التانية والمحترفين ايضا سواء الاولى او التانية في الدوري الدرجة التانية. الكابتن محمود السعدوني القاهرة، الكابتن عبد الكريم نصار من القاهرة، الكابتن جمال عبد الحميد الحلواني من القاهرة، الكابتن بهاء عطا من المنوفية، الكابتن عماد عويس من الشرقية، الكابتن محمد عاطف درويش من الأليوبية، الكابتن محمود عبد المحسن من القاهرة. حكام مساعدين دوري ممتاز في الوقفة دي كان الكابتن أحمد شاهين، الكابتن عبد العزيز محسن، الكابتن محمد أحمد أبو رحاب، الكابتن محمد عطا بني سويف، الكابتن أحمد أبو زيد الدقهلية، الكابتن عمرو سعد محمود الجيزة، الكابتن أحمد كمال القاهرة، الكابتن محمود رضا عبد العزيز من الدقهلية. أبدأ من عندك يا كابتن وجيه، يمكن دي أبرز الأسماء ودول يعني في جروب عاملينه وهذا الجروب دعا إلى هذه الوقفة وبناء عليه اتجمعوا وعددهم 25 وكان المشهد اللي أنت شفته. استاذ عبد الناصر يمكن فيهم حكام في حضرتك يمكن ما قلتش محمود عامر وده من منطقه الجيزه وحكم كان بيلعب في الدوري الممتاز وكان فتره من فترات كمرشح للقائمه الدوليه. في احمد الكيال في منطقه السويس برضو حكم بيلعب في الدوري الممتاز حكم مساعد. في خالد رمضان وهاب فخري حكام مساعدين بيلعبوا في الدوري الممتاز بقالهم فتره بالاضافه اللي حضرتك قلت عليهم. يعني انت راجل انت عارف التصنيف ده عباره عن ايه؟ التصنيف انك انت بتفرق بين المجاميع كلها، بتفرق بين الحكام، يعني ما اكون انا قاعد انا والكابتن فهيم بقول لك كابتن وجيه انت بقيت في مستوى ب وكابتن فهيم في مستوى الف. انا هبص لفهيم ازاي؟ ترتب عليه التصنيف ده هيبقى يا استاذ عبد الناصر حضرتك اللي في مستوى الف هيلعب عدد كبير من المباريات وعدد كبير في مستويات معينه والتصنيف الثاني هيلعب في عدد اقل في ماتشات ثانيه، فبالتالي اختلفت المعايير واختلف التصنيف واختلف التقييم بالنسبه للحكام. فعشان كده انا بقول انا يا بريرة لو انا عندك 70 80 حكم انا احتفظ بكل العدد اللي عندي ولاعب اللي انا عايزه. وانت على فكره قلت ده يعني اخر حلقه الاسبوع اللي فات قلت يا جماعه انا عارف ان الاتحاد الناس بيتابعوا حلقاتك بالتحديد، ارجوكم في اجتماع مجلس الاداره ما تعتمدوش التصنيف لانه هيكون قنبله موقوته، انت قلت ده حرفيا على فكره. ده الاسبوع اللي فات. ايوه حصل. فعشان كده انا بقول يا جماعه دلوقتي بقت في مشكله. المشكله قدامنا حلين يا استاذ عبد الناصر. هل اتحاد الكوره هيرضخ للمجموعة دي ودي في حد ذاتها برضو خطأ زي ما حضرتك بدأت في البداية بتاعتك قلت كده يبقى الحكام تقدر تسيطر على اتحاد الكورة. ما ينفعش. وبعدين ما الحكام دي مظلومة ازاي هتقدر ترجع لهم حقهم؟ فعندك بقيت انت في أزمة. الأزمة دي صنعها بريرة لأن انت ما يكون عندك انت ما يكون عندك فريق او عندك مجموعه من الحكام عندك 50 70 80 حكم يا اخي ما تبدا باللي انت عايزه واما يجي ماتش مستوى اقل يبقى تدي الاستاذ عبد الناصر اللي هو في مستوى مثلا تقييمه 70% انما عندك الماتشات تقييم 90% اديهم 90% 90% محدش هيقول لك انت بتعمل ايه انت صاحب القرار واما يجي عدد من المباريات محدود يبقى اديه كابتن وجيه انت كنت رئيس لجنه وانا عملت معاك حوار في قلب الاتحاد في اللجنه كابتن فهيم عمر كنت عضو لجنه وكنت عضو فاعل ومؤثر واخد بالك مش مركون على الرف مؤثر جدا والاكثر هجوما كنت في اللجنه الا تتفق معي هجوما على مين لا هجوم عليها من اكثر الناس اللي تم الهجوم عليها
صحيح ولا انا غلطان؟ لا كلام مظبوط. الدليل على انه فاعل، ما هو طول ما انت فاعل لك من الاعداء الملايين. صحيح. الا تتفق معي اني حتى احنا هنا في البرنامج بنقعد مع بعضينا بنقول عندنا ضيوف الف وضيوف ب وضيوف لم الف لغايه اخر الحروف بس غير معلنه؟ يعني انا بقول ايه الكابتن الكابتن وجيه مثلا انا عندي مثلا هو المدير الفني للتحكيم بقعد معاه يقول لي احنا مثلا الكابتن فهيم عمر معانا محلل الف ومن مش هقول عايز اقول اسماء تاني في عندنا الدرجه الثالثه والكل محترم وبيظهر على الشاشه بنفس القيمه لا تفرقه ولكن سنه الحياه انا كليدر او كمدير فني او كرئيس لجنه انا بعمل ده مع مجموعتي دون اعلان